فيكم النهاردة نوارة صديقتي موجودة في الكادر ومش راضية تمشي ونايمة خالص، فأنا بصراحة صعبت عليا وولادي قالوا لي خليها يا ماما مفيش مشكلة. بكمل معاكم لسه النهاردة، يعني هنتكلم في آخر نقاط أو أسرار من أسرار الأسرة السعيدة أو الحياة الزوجية السعيدة. في كذا نقطة بس اغلبهم نقط فن، يعني حاجات خفيفه كده، مش حاجات صعبه قوي. وعشان ما اطولش عليكم خلونا نبتدي على طول في المفيد. اول نقطه هي ما اسميه فترات الخطوبه المتقطعه. زمان كان في مسلسل تلفزيوني لصلاح ذو الفقار وليلى طاهر، وفي المسلسل ليلى طاهر طبعا متجوزين بقالهم سنين وعندهم اولاد. المسلسل ده كان حلو قوي، اعتقد عائلة الاستاذ شلش. وليلى طاهر بتحس في فترة من الفترات ان هي نفسها في حاجة رومانسية والكلام ده، فبتقترح ان هم يرجعوا مخطوبين تاني. طبعا الاستاذ شلش ما فهمش الكلام، ويمكن هو ده المشكلة بين الزوجين، وهي طريقة التعبير عن الحب. هي كانت عايزة أو مفتقدة هذه الرومانسية اللي كانت موجودة في الخطوبة، اللي كان بيكتب لها فيها شعر وجوابات وديناميكية العلاقة مختلفة ولطيفة. هذه الديناميكية اللي افتقدتها بعد الجواز وكذا سنة وأولاد ومشاكل وشغل وكل الكلام ده. طيب الحل ايه؟ ما هو لازم نلاقي حاجة ترضي جوازاتنا اللي هم بعدوا شوية عن الرومانسية، وفي نفس الوقت ما تبقاش الحياة جافة قوي كده. فدي اللي انا بسميها فترات الخطوبة المتقطعة، ان الست تفكر يا ترى احنا في الخطوبة كانت ديناميكية العلاقة بيننا ازاي، كنا بنتكلم ازاي، كنت بعمل ايه، كنت بكلمه في التليفون بنبرة صوت شكلها ايه، كنت بتهيأ واستعد لاستقباله او ان انا اخرج معاه او ان احنا نروح نتفسح بشكل ايه اللي يمنع ان احنا نفكر ان احنا نروح سينما مثلا مرة سوا مع بعض. قولي له كده انا عايزة اروح سينما، انتي بتتكلمي في ايه والمصاريف والبتاع، لا ما تخافش من المصاريف انا مظبطه الفلوس اللي هنروح بيها السينما، والبسي وتشيكي كانك لسه بنوته مخطوبه وانزلي. حتى لو ما تجاوبش معاكي في الاول، حتى لو كان مستتفح اللي انتي بتعمليه، بس يعني ما تقفريهاش قوي برضو يعني. وانتوا بره ما تتكلموش على مشاكل، ما تتكلموش على الولاد واللي عاملينه، ما تتكلموش، اتكلموا حتى في مواضيع عامة خالص، اتكلموا في الجو، اتكلموا في الطقس، اتكلموا في التغيرات، في اي حاجة. مش لازم حتى تبقى خروجة مكلفة. قوليله تعالى انا زهقانة، تعالى ننزل نتمشى سوا، يا ستي انا كسلان، انا مش عارف ايه، طب معلش عشان خاطري، معلش بجد بجد يعني هننزل نتمشى لغاية اخر الشارع ونرجع. وفي التمشية دي زي ما بقولك حطي كده احساس البنوتة اللي لسه مخطوبة لخطيبها، اللي ما بتتكلمش بقى في مشاكل، بيتكلموا في احلام، بيتكلموا حتى لو احلامه دي سمعتيها 500 مرة على مدار العشرات السنين اللي انتوا فيها مع بعض، بدل ما تقولي له انت من يوم ما عرفتك، من يوم ما اتجوزتك وانت بتتكلم في كده وبتحلم بكده ومبتحققش حاجة ومبتعملش حاجة، احلمي معايا، نفسنا احنا كمان نعمل كذا، ونفسنا نروح كذا، ونفسنا نحقق كذا. الكلام ده مش هيبقى كل يوم، ما نقدرش نعمله كل يوم، لان في اعباء وفي مسؤوليات وفي حاجات كتير قوي علينا. لكن لما نخطط لهذه الفترات المتقطعة من الرومانسية، هنا مش لازم يعني مش لازم افوارة الافلام يعني، وفي نفس الوقت يعني ايه، مش all or none، مش كل حاجة يا اما زيرو مفيش.
فنحاول احنا اللي نخلق هذا الجو اللطيف، كلام ناعم، سيت اب حلو. ودايما اقول لكم في الفترات دي تفقدوا للحواس، شوفي، خلي عينيه تشوف حاجة حلوة، خلي انفه تشم روائح حلوة، خليه يتذوق حاجات حلوة، خليه يلمس حاجات ناعمة وحلوة. هتلاقي فيه تغيير كتير قوي 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 على ديناميكية العلاقة والحياة، بدون ما نبقى رومانسية بقى مقفورة بقى خالص ولا نشفان خالص، حاجة in between. النقطة التانية هي الأصدقاء، ودي فيها كلام كتير قوي وقولان كتير قوي. أصدقائي وأصدقائه وأصدقائنا المشتركين، والأصدقاء اللي جايين من قبل ما نتجوز، والأصدقاء اللي عملناهم أثناء الجواز، والأصدقاء اللي في منهم كمان أقارب. خدوا بالكم إن أحيانا بيبقى في ناس قرايب قريبين مننا بنشوفهم، مثلا مرات أخوه، أخو مراتك، الناس دول، الدايرة دي تأثيرها إيه عليكم وعلى ديناميكية العلاقة اللي بينكم. صديقاتك بتتعلمي منهم ايه وبتطبقيه على حياتك؟ بتشوفي ايه في حياتهم انتي مفتقداه؟ بتغيري، بتقارني، ولا بتشوفي ايه اللي في حياتهم حلو وبتتعلمي منهم؟ الكلام اللي بيقولوه تأثيره ايه على نفسيتك وتعاملك مع زوجك واولادك؟ انت كمان وانت قاعد في قعدة الرجالة، وانتوا قاعدين مع بعض بتتكلموا بقى whatever اللي بتتكلموا فيه، بتروح البيت حاسس بايه؟ قرفان ومخنوق وحاسس كذا؟ هل بيدوك نصايح ولما بتطبقها بتبقى حاجات منيلة بستين نيلة والنتائج بتاعتها وحشة؟ الفكرة هنا ان احنا نقف وقفة واعية ونفكر في تأثير الناس اللي موجودين في الدايرة القريبة، أصدقائنا وأصحابنا، بنتعلم منهم إيه، بنسمع منهم إيه، وتأثير اللي بنتعلمه وبنسمعه وبنشفطه كده من هذه العلاقة على حياتنا الزوجية والأسرية. هتلاقوا فيه حاجات كتير قوي 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 تستدعي ان انتم تقفوا وقفة، وتدخلات تستدعي ان انتم تحدوا هذه التدخلات. طيب افرض انا مثلا مش عاجبني اصحابه وتأثيرهم عليه، ما روحش اتخانق معاه. ما هو المشكلة الخناق والهجوم ده معناه انك بتقولي له انت ما بتعرفش تنقي اصحاب، انت ما بتفهمش الناس، انت مصاحب ناس وحشة. طب الناس دول اختياري. لكن لما نلفت نظره ان انت لاحظت ان كل مرة الشخص ده بيجي بنتخانق، انت لاحظت ان الشخص ده كل ما يعني يدخل في حياتنا فجأة تبقى مش عاجبك عشتنا، مش عاجبك انا، مش عاجبك مش عارف ايه. طب ايه اللي بيحصل اللي بيخليه ينعكس على تعاملنا مع بعض بالشكل ده؟ بدون ما اقوله مش هشوف صحابك دول تاني، ما تخرجش مع صحابك دول تاني، ما تعملش مع صحابك دول تاني. الطريقة دي بتولد عناد اكتر ما هي بتولد فرصة للنقاش وفرصة قدامه لتقييم الاصدقاء اللي بيجتمع معاهم. في حاجات معينة ممكن، يعني مثلا زي مثلا بتقعد معاهم تقعدوا تشربوا سجاير وتدخنوا وتعملوا، انت مش شايف ان تأثير الاعداد دي على صحتك مش حلو؟ بالراحة وبهدوء، بلفت نظر مش بهجوم. هو كمان لو مش عاجبه اصدقائك، فكري ليه مش عاجبه اصدقائك. ما يمكن فعلا هو شايف حاجة انت مش شايفاها، ما يمكن فعلا وجود هذه السيدة ولا البنت ولا الصديقة
في حياتك بيخليكي تخسري مش بتكسبي. يمكن فعلا هو شايف حاجة انتي مش شايفاها. فنقيم علاقتنا الخارجية، نقيم صداقتنا، ونشوف مدى تأثير هذه الصداقات على حياتنا، ونتكلم مع بعض بدون هجوم، بدون خناق، بدون طلبات مبالغ فيها. يعني لازم تقطع علاقتك بالناس دي، يعني لازم تقطع علاقتك بالناس دي، لان الحاجة اذا ما جاتش من جوه الشخص وعملها مغصوب او عملها بعند هو كده وغصب عنك، هنخسر اكتر ما هنكسب. النقطة اللي بعد كده هي المساحة الشخصية. لازم لكل واحد فينا، سواء زوج او زوجة، سواء اولاد، يكون عندهم المساحة الشخصية اللي يحسوا انهم بيشموا نفسهم. والمساحة الشخصية دي ممكن تكون مساحة فعلا فيزيكالي، مكان في البيت مخصص، او مساحة نفسية. يكون في مكان الزوجة محتفظة بحاجاتها فيها، ويكون له هو كمان مكانه اللي محتفظ بيه بحاجاته. في بعض الناس فجأة كده تلاقي حاجاتها امتدت لأي حتة، ودي بتحصل. ساعتها نقف، بس مش واقفة بخناق. على فكرة انت سبت الحاجات دي مثلا في السفرة، ايه يعني مش لاقي لها مكان؟ لا، ما هو اصل السفرة دي انا بحب ان احنا تبقى موجودة وفاضية، وناكل فيها ون و و و و ونرتاح فيها، وانت عندك حاجتك، انا قول لي وانا ساعدك نرتبها ازاي. مثلا حاجات الستات، انا مثلا هدومي اكتر بكتير قوي من جوزي، فطبعا بدور بقى على اي حتة اعلق فيها واظبط فيها، بس بتنبه، باخد بالي ايه ده، انا خدت اكتر من الحيز بتاعي، خليني ارجع تاني واظبط الحاجات تاني، واحط ده هنا واجيب ده هنا، بحيث ان هو يبقى له المساحة بتاعته اللي يحط فيها حاجته. ده حتى للاولاد، درج للولد ده ودرج للولد ده، درج للبنت دي ودرج للبنت دي، بحيث ان كل واحد يبقى عنده احساس بان ده الجزء بتاعي. البشر بيحفزهم قوي احساس الملكية، ان دي الحتة بتاعتي، ده الكرسي بتاعي. حتى في مثلا حماية الله يرحمه، كان في حتة معينة في الشقة النور جاي فيها حلو قوي، كان بيحب يقعد فيها ويقرأ الجورنان، فكنا كده لا لا لا، ده الكرسي بتاع جده. تخصيص مكان فعلا ومساحة في البيت لكل فرد من افراد الاسرة بيحسس ان كل واحد فينا ان المكان ده ملكه، بتاعه، ان انا ليا فيه. وفي نفس الوقت كل واحد يبقى فيه خصوصية، ويبقى حاسس ان التاني مديله مساحته اللي يتنفس فيها. ده كمان برضو في المساحة اللي هي المعنوية. ما هو انا مبقاش بتكلم مع صاحبتي مثلا وانت رامي ودنه وبتتكلم معانا، وصاحبتك دي في ايه والكلام ده، وانتي كمان على فكرة مش من حقك ان انتي تقولي اسرار صديقاتك، او هو يقولك اسرار اصدقائه. او احيانا بيبقى في مشاعر مثلا الواحد حاسسها، ممكن اكلم صديقتي واعبر لها عن هذه المشاعر، مش شرط بنفس الطريقة اللي هكلم بيها جوزي وعبر عن المشاعر دي. فكل واحد يسيب للتاني مساحة نفسية يتحرك فيها، بس ما يعني بس من غير ما نبعد عن بعض قوي. كان في سيدة اتعرفت عليها فترة، كانت جارتي، واحنا بنتكلم ما كناش اصحاب قوي قوي قوي، وبتقول لي ده لو بعد 100 سنة مش هيعرف اللي جوايا. قلت لها ليه؟ قالت لي كده امي علمتنا ان مشاعرك الحقيقيه ما تظهريهاش قدام جوزك. قلت لها طب يعني ده لما تبقي زعلانه، ولا لما تبقي فرحانه، ولا ايه بالظبط؟ قالت لي كله. حسيت ان ده امر مبالغ فيه،
ان ازاي ناس عايشين مع بعض ويقدروا يخفوا مشاعرهم عن بعض. يعني الواحد يبقى لابس قناع طول الوقت ان انا ابقى وانا حاسة من جوايا ان انا متضايقة زي ما ابقى فرحانة، زي ما ابقى كذا زي ما ابقى كذا، او ابقى لابسة وش ان انا بحبه طول الوقت وانا متضايقة من جوايا. فحسيت ان لا، في حاجة مش مظبوطة في هذه العلاقة. ف يبقى في مساحة نفسية شخصية لكل واحد فينا، لكن في نفس الوقت ما نبقاش بعدة جدا جدا، كل واحد فينا في وادي ماشي في سكة. النقطة اللي بعد كده نقطة مهمة جدا جدا، وهي الثقة. انا بستعجب لما شخص مثلا يتزوج من بنت ويديها اسمه وحياته وحبه والكلام ده كله وما يكونش واثق فيها. طب امال اتجوزتها على اي اساس؟ او ان واحده تتجوز واحد مثلا سي بيقول لها ان هو كان بيخرج مع بناته والكلام ده وتفضل تشك فيه بعد الجواز. طب اتجوزتيه ليه؟ اذا ما كناش هنثق في بعض 100% عمر ما الجواز ده هيبقى ناجح، هيبقى دايما دايما اللي بينا علاقة عرجاء قاعدة عمالة تزوك مش قادرة تمشي العلاقة. هل مثلا في ناس شكاكين في طبعها بطبعها؟ لو لقيتي خطيبك من النوعية دي ما كمليش معاه، اللي هو شكاك على طول، لانه مدام خلاص مدام تأكدتي وعرفتي ان ده طبع فيه، لانه مفيش حد بيتغير. ودي يمكن نصيحة بقولها لكل المقبلين على الزواج، لو حسيتوا ان في طبع، عارفين في يقولك دايما الطبع يغلب التطبع، طبع شيء اصيل جواه او جواها فيها، محدش يفتكر ان هو قادر على انه يغير حد، لا هو بس لما نتجوز وانا هقدر اغيره، لا انتي مش هتغيريه. اذا ما كانش التغيير نابع من جواه يبقى انتي مش هتغيريه، انتوا هتفضلوا تتخانقوا فهيبتدي يكبر دماغه ويخفي هذا الطبع عنك لمجرد انه يكبر دماغه عشان ما فيش خناق. لكن في كل فرصة هيقدر يظهر هذا الطبع ويتعامل بيه هيعمل كده. ازاي مثلا؟ ما تفرحيش بالشاب اللي بيجي بيحكي لك على مغامراته قبل الجواز وبعد الجواز تفتكري ان هو انت بقى هدتي بقى انه اتهدى بقى عشانك بقى، او ان انت أميرة أحلامه اللي خلاص منعته عن كل البنات والكلام ده. إذا كان هذا الشيء طبع فيه، للأسف كل ما هتجيله الفرصة هيحاول إنه يعمل هذا الشيء. لو حسيت إن هذه البنت مثلا فيها أنانية، فيها غرور، فيها هيافة، فيها مش عارف إيه، فيها إيه، وحسيت ان ده جزء اصيل منها ومن شخصيتها، ما تفتكرش ان انت هتقدر تغيرها. وعشان تغيرها بيقول لك يعني هتبقى بقى اساليب بقى ايه، خناق بقى وشد وجذب على طول، ومش هتبقى عيشه حلوه خالص، وهيبقى في صراع القوه اللي كلمتكم عنه في حلقه قبل كده. ف يعني مش عارفة اقولها ازاي، بس ما تتجوزوش حد مش هتقدروا تثقوا فيه، لان اللي بيتبني على اساس واهي من الثقة ما بيكملش وما بيدومش. والثقة دي على فكرة بقى مش بس الثقة في انه مش هيبص لبنات تانيين او ستات تانيين او هي تتكلم رجالة تانيين، الثقة في كل شيء، الثقة في حكمها على الامور، الثقة في قدرتها على انها تفهمك، الثقة في ان هو يقدم لك الدعم اللي انت عايزاه.
خارج نطاق الوله البراق ببعضينا وشكلها حلو وبنت لطيفة وبنت ناس وده غني دي غنية دي كذا، خارج الإطار البراق للحاجات السطحية دي في لب. هذا اللب لو في حاجة معطوبة وأنا مش واثقة في الكور ده إنه هيكمل معايا بشكل حلو، ما تكملوش ما تكملوش. وده يدخلني بقى نقطة تانية بقى داخلة فيها شوية، التجسس. وأنا ما كنتش كاتبة النقطة دي في الأول، لكن سمعت حاجات ولقيت إنها إيه ده، الناس اللي بتتجسس على بعض وتشوف هو بيقرأ إيه وتشوف هو بيبعت لمين وتشوف وهو يشوف هي بتعمل إيه ويدور وراها، وبيبقوا طول الوقت في عملية مفرغة كده قاعدين بيلفوا حوالين بعض. والتجسس نابع من عدم الثقة، وإذا ما وثقناش في بعض بتبقى حياة زي الزفت. والتجسس على بعض عملية محتاجة مجهود، محتاجة الست تبقى alert طول الوقت كده ومتحفزة، يمسك الموبايل تبقى تكلم مين يعمل ايه، طب ما استنى بقى اما ينام ومش عارف ايه. وكان في فاكرين كان في نكتة كليب كده صغير ان الست جايبة الموبايل وقاعدة عمالة بتجرب كل وهو نايم بتجرب كل صوابع جوزها عشان البصمة، وبعد ما مشيت هو صحي وراح عامله بصباع رجله. ليه؟ لو خبينا عن بعض حاجات معناه ان الثقة مفقودة، ومعناه ان احنا محتاجين الطاقة بتاعتنا بدل ما نوجهها ان احنا نحب بعض ونعيش حياة سعيدة ونربي اسرة سعيدة ونسعد ببعضينا، هنوجه هذه الطاقة لان احنا ازاي بقى نعمل من ورا بعض ونضحك على بعض ونتريق على بعض، مش سوري ونتريق على بعض ونخفي عن بعض بعض الحقائق والكلام دوا، والطرف التاني بقى يدور على اساليب مبتكرة انه يخبي حاجات ويعمل حاجات والكلام دوا. وطبعا يعني في حالات زي كده، بس لما الواحد يسمع انه ده بقى يعني المتكرر الاعم كده معناه ان في حاجه غلط، في حاجه مش مظبوطه. ما دام احنا ارتضينا ان احنا نبقى مع بعض، لازم كل واحد فينا يهب التاني نفسه تماما ونثق في بعض ثقه كبيره جدا جدا. هذه الثقة تحمينا ان احنا نقعد نتجسس على بعض، وده يخبي منها ودي تخبي منه ويسني كده ورا بعض. النقطة اللي بعد كده دي نقطة 22 من اول الاسرار. السر الرقم 22 هو الاحتفالات الخاصة. يكون لينا تواريخ معينة، مواقف معينة بنحتفل بيها مع بعض، بعيدا عن عيد الأم 21 مارس وعيد الأب 12 واحد وعيد الحب سواء في فبراير أو في نوفمبر والكلام ده، هو لأ يبقى في اللحظات الحلوة بتاعتنا إحنا. إيه توت أنت بوظتيلي الخددية؟ بوظتيلي الخددية. فنرجع تاني للاحتفالات البسيطة دي. مثلا سينو ترقى في الشغل، احتفلي بالترقية دي، اعملي له حاجة بسيطة، هاتي الولاد يا ولاد بابا النهاردة ترقى في الشغل تعالوا نحتفل مع بعض. الولاد مثلا ده مثلا ابننا عمل اي حاجه، جاب حاجه في عمل حاجه في المدرسه، عمل حاجه في التمرين، واتيفر، النهارده هنحتفل مع بعض. والاحتفال مش لازم يبقى حاجه بقى هايلمان وحفله وبتاع ده، يعني لو جبنا فرع زينه واحد بس علقناه وعملنا كيكه من غير اي حاجه وشويه
كريم شانتي اي حاجه وشويه فراولات كده قطعناها وحطيناها عليه، يلا النهارده هنحتفل مع بعض، او النهارده بس هنروح ناكل بره احتفالا بحاجه معينه. ممكن تكون حاجات خاصه بين الزوجين، مواقف معينه، مناسبات معينه. لو هو ملوش في الكلام ده اعملي انتي الكلام ده، وما تزهقيش وما تقوليش ما انا اللي بعمل طول الوقت، انا اللي بعمل طول الوقت. المهارات الفرديه بتختلف. فاكرين لما كلمتكم المره اللي فاتت على المهارات الفرديه؟ المهارات الفرديه بتختلف، لغات الحب اللي بنتكلمها بتختلف. ما بيجيبلكيش هدايا، هاتيله انتي هديه صغيره واديها له، يمكن المره الجايه هو كمان يفكر ويجيب لك حاجه. ولو جاب حاجه، احيانا الرجاله يقول لك ايه، ما انا بصرف على البيت، ما انا بجيب حاجات. فدي بتبقى لغته اللي بيتكلم بيها، ان انا مدام بصرف وبجيب وبجيب لك اكل وبجيب لك مش عارف ايه وبجيب لك الحاجات دي، يبقى انت عايزه ايه. خلاص، فاعملي اللي انت عايزه تتلقيه منه. عايزاه يجيب لك هديه، هاتي لنفسك هدية صغيرة وقولي له أنا النهاردة هديت نفسي بده، أو هاتي له هو كمان هدية صغيرة. والهدايا ممكن تكون والله ممكن تكون كيس شيبسي، ولو إن يعني ده شيء ضار للصحة، بس يعني أنا هدي أكمل المثال ده. زي مثلا جوزك بيحب الشيبسي بطعم معين، طعم الجبنة مثلا، فتجيبي كيس شيبسي وتقولي له أنا جبت لك الشيبسي ده مخصوص عشان أنا عارفة إن أنت بتحب الشيبسي بالجبنة. شفتوا الموقف عبيط ازاي؟ كيس شيبسي. ولكن الطريقه اللي تتقدم، اللي يتقدم بيها وتتقلوا بيها، انا جايبه لك ده مخصوص عشان افتكرت ان انت بتحب الجبنه. طب شكرا، جميل، حلو قوي. المره مثلا من المرات كعب الغزال، انا ما بخبزش، انا ما بعملش الكلام ده، بس لقيته في الفرن وعارفه ان جوزي بيحب كعب الغزال، جبت لك ده مخصوص عشان عارفه ان انت قلت لي مره ان والدتك كانت بتعمل كعب الغزال. طبعا لو انت بقى بتعرفي تعملي الكلام ده يبقى احسن بقى، انا عملت لك مخصوص الكلام ده. وحته بقى مخصوص دي بتحسس كل طرف قد ايه ان هو قيمته عاليه بالنسبه للطرف الاخر. فالاحتفالات الخاصه والهدايا الخاصه اللي تتعمل بشكل لطيف وجميل بتضيف بهجة وسعادة وطابع تاني خالص للعلاقة. نيجي للنقطة 23 وهي الاعتذار. الاعتذار على فكرة فعلا فعلا من شيم الرجال. تخيلوا، سيبكم من الناس اللي بتقولك انا ما اعتذرش، انا ما بغلطش، انا مش عارف ايه. الناس دي نفوخة، بالونة، دبوس، ولا فيهم اي حاجة. الرجل الحقيقي هو اللي لما يخطئ يقول معلش انا غلطت في الحتة دي وهنصلحها بالشكل الفلاني. مش عايز صورتك تنهار قوي قدام اسرتك وقدام مراتك والكلام ده. مش لازم تقول انا اسف، مش لازم تقول مش عارف ايه، لا انا قيمت الموقف ده غلط، او انا حسبت الحسبة دي حسبة مش مظبوطة، والصح هنعمل كذا كذا كذا. المكابرة نتيجتها زي الزفت، لان انت بتصلح الغلط بغلط وبتتمادى في الغلط عشان ما تبينش نفسك ضعيف. الاعتذار فعليا محتاج قوة. اللي واثق من نفسه هو اللي بيعتذر مش العكس. اللي مش واثق من نفسه ومهزوز ومرعوش وعنده عقد نقص ما يعلم بيها الا ربنا، بيعتبر ان الاعتذار دوة كأن ستارة كده وقعت وتعرى قدام الناس وبانت شخصيته المهزوزة. ده بالنسبة للراجل وللست. الاعتذار عن حاجات مش احنا غلطانين فيها برضو مش صح، خصوصا لو احنا اللي بنتعامل معاه شخصية من الشخصيات السايكوباتية ولا النرجسية ولا شخصيات الاشكال والوان دي. نعتذر لو فعلا احنا اخطأنا، وده يتطلب مننا ان احنا نكون موضوعيين
ونفكر فعلا وبجد لو احنا اخطأنا، انا غلطت في ايه، ايه سبب الغلط، اصلح الموضوع ده ازاي، واتصرف ازاي في المستقبل بحيث ان ده ما يحصلش. وانس ان احنا عملنا الحاجات دي الامور هتتحسن، لان احنا مش هنكرر الغلط مره في مره في مره. وفي نفس الوقت هنعبر للشخص اللي احنا غلطنا فيه ان احنا عرفنا الموقف الغلط وتنبهنا ليه وقلنا معلش الموقف كان غلط وانا مش هعمل كده وهصلح الغلط بان انا هعمل كده. فدي نقطة مهمة جدا. كده بقى نيجي لآخر نقطة، وانا حاولت اخليها في الاخر، انا كتبتها في الاول وبعد كده رجعت اخرها شوية شوية، وهي لا تنسوا الفضل بينكم. اللفتات الجميلة الصغيرة، الاكسترا مايل لما بيقولوها، يعني لما بنعلم في خدمة العملاء يقولك شوف العميل واديله حاجة زيادة. اصحابي اللبنانيين بيسموها حاجه حلوه قوي قوي، يقول لك حبه المسك. فبسال زميلنا ده كان كونسلتنت معانا، فبقول له يعني ايه حبه المسك، فراح بيقول لي يعني لما تروحي تشتري من حد وتشتري منه حاجه جميله جدا جدا، بيحكي لي يعني عن تاجر معروف كان عندهم او قصه بيتداولوها، لما تروحي تشتري حاجه من المحل بتاعه كان عنده ازازه مسك يقول لك ايه طب خد نقطة مسك. فكان معروف ان اي شخص هيخش هذا المحل ويشتري منه حاجة هياخد نقطة المسك من التاجر ده. ف اللفتات الصغيرة الجميلة، زي مثلا غرفتي الاكل بدل ما تغرفيه اهو خلاص وخلينا ناكل، حطي الرز في بولة كده وقلبيها يبقى شكلها حلو جنب الخضار والكلام ده. الطماطم كده كده هنعملها، احطها مثلا حوالين البطاطس تزوقها. كلمة جميلة، لف حاجة وحطها في يونجا، رحت مكان والمكان ده اشتريت ارخص حاجة موجودة في المكان وانا جبت الهدية دي كلفته لطيفه من المكان اللي انا كنت فيه. ولما جوزاتنا يجيبوا لنا هدايا ما نقولش الفار بيلعب في عبي، ده مش متعود يجيب لي هديه، ده تلاقيه منيل الدنيا بره وجاي. طبعا طبعا الافلام والمسلسلات بتصور لنا الكلام ده، ولا لما تيجي مثلا جيب لنا هديه او عمل حاجه يعني جوزي مثلا ما بيعرفش يفرش السرير كويس زي ما انا بفرشه، بس اليوم اللي بيصحى مثلا متاخر عني وبيظبط السرير بقول له يا انت عملت سرير ميرسي خالص شكرا، او مثلا اليوم اللي بيظبط فيه دقنه وبيحلقها واو ايه الوسامه دي ايه الجمال ده، مش ما باخدش الامور على انها عادي ومش عارف ايه والكلام ده. فاللفتات الصغيره دي كل ما تجيلنا فرصة ما يعديش يوم إلا لما نعمل لفتة من هذه اللفتات الصغيرة، ولما نبتدي إحنا باللفتات الصغيرة لولادنا كمان. يعني تخيلوا كده مثلا الساندوتش بتاعه حاجات اللي هيروح بيها المدرسة، نحط لهم كده ورقة عادية خالص وهم صغيرين واكتب لهم على فكرة أنا بحبك. الحاجات دي مثلا النهارده وانا بشتري حاجات لينا، ابني عنده بلاك هيدز، على فكره يا كيمو انا جبت لك حاجه عشان البلاك هيدز اللي بتطلع عندك، اه شكرا دي لفته صغيره، مش شرط انه طلبها، مش شرط انه قالها، مش شرط ان جوازاتنا يطلبوا مننا حاجه، مش شرط ان مراتاتنا تطلب مننا حاجه، ولكن نتبرع بحاجه صغيره. وافتكروا دايما عندنا في الإسلام ولا تنسوا الفضل بينكم، الحاجة الصغيرة الجميلة اللي بتعمل فرق كبير. طولت عليكم. كده خلصنا 24 سر من أسرار الحياة الزوجية السعيدة. أرجو أن الأربع
الفيديوهات دول كانوا مفيدين وكويسين، وارجو ان استفدتوا حاجة. انا شخصيا استفدت كتير قوي وانا بجهز الفيديوهات دي. دلوقتي بقى نرتاح، النهاردة يوم حر فظيع جدا جدا، فهنشوف هناكل ايه بقى في وجبتنا التانية، ونحاول نعمل حاجة ساقعة نشربها بدون ما يكون فيها كالوريز كتير. ونحاول كده نتغلب على الحر اللي احنا فيه ده. أرجو ان انتوا تستمتعوا بباقي يومكم. مع السلامة.